بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل الإنسان مخير ولا مسير؟ وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى عالم أزلا بكل شيء وكتب أقدار الناس قبل خلق السماوات والأرض، فإيه فايدة التكليف؟ وإيه معنى الإيمان بالقضاء والقدر؟ وإزاي بتختلف حياة الإنسان المؤمن وطريقة تعامله مع كل شيء حواليه لما يكون إيمانه قوي بالقضاء والقدر؟ إزاي بيحصل في قلبه معنى السكينة والطمأنينة والاستقرار والأمن لما قلبه يوقن إن ربنا سبحانه وتعالى عالم بكل شيء ومطلع على كل شيء، وكل نعمة أو مكروه بيصيب الإنسان فهو حاصل بعلم الله وإرادة الله؟ الحق سبحانه وتعالى بيقول لنا في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يعني كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ حتى قبل ما ربنا يخلق الخلق، ويقول لنا بعدها على طول: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني علشان ما تزعلوش على أي رزق أو خير يفوتكم. ومن المعاني المهمة اللي حابب أتكلم فيها النهاردة نفي الفكرة اللي بيقولها بعض الناس، وهي إن الإيمان بالقدر هي سبب تخلف المسلمين، وإن الإيمان بالقدر عودنا على الكسل أو التواكل باعتبار إن كل شيء مكتوب. الحق سبحانه وتعالى بيقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وبيقول في آية تانية عن جزاء المؤمنين في يوم القيامة: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال لنا في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. النهاردة إن شاء الله هتناقش مع ضيوف الكرام في إنه إزاي الإيمان بالقضاء والقدر مش بيتعارض مع العمل والسعي، وفي معنى حرية الإرادة هل الإنسان مسير ولا مخير، وهنتكلم كمان عن أثر الإيمان بالقضاء والقدر في حياة المسلم، فخليكم معنا. السلام عليكم. النهاردة هنتكلم مع ضيوفي عن موضوع مهم، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، عن الإيمان بالقدر. برحب الأول بالضيوف. ازيك يا عمر؟ أهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا نور؟ أهلا وسهلا بحضرتك، نورتونا وشرفتونا. طبعا بحكم يعني شغلي وحتى بحكم علاقاتي يمكن يكون أكتر موضوع على مدار دراستي أو على حتى مدار شغلي اتسألت فيه هو الأسئلة المتعلقة بالقضاء والقدر، وأنا عارف إن يعني أكيد عندكم أسئلة كتير، فخلونا نبدأ مباشرة وبسرعة. طب أنا إزاي أقدر أرضى بالقضاء أو بقدري حتى لو حاجة أنا مش قادرة مش حباها، وهل فعلا أنا المفروض أرضى بكل حاجة ربنا كاتبها؟ والله سؤال حلو، ويعني ميزة السؤال إن هو بيودينا للجانب العملي في فكرة الإيمان بالقدر. يعني أغلب الأسئلة الكلاسيكية عن القدر هو الإنسان مخير ولا مسير، لكن سؤالك ده إلى حد ما سؤال عملي، وعلشان أجاوب على سؤالك يعني تعالي نتدبر شوية في سير الأنبياء الكرام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرت عليه يعني لحظات كثيرة في حياته وكانت لحظات صعبة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوذي في بداية الدعوة من أقرب الناس ليه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أكثر أبنائه في حياته، يعني أكثر ولاده ماتوا وهو عايش، الوحيدة اللي توفيت بعده كانت السيدة فاطمة. ما عارفين من خلال السنة النبوية سيدنا النبي عليه السلام لما توفي ابنه إبراهيم عليه السلام وهو صغير، سيدنا محمد بكى ونص على كده، قال: والله إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع. يعني هو بينص بيقول بنفسه إنه قلبي حزين وأنا بعيط، وقال: وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فإحنا عايزين نشرح الأول يعني إيه فكرة الرضا. فكرة الرضا بالقضاء مش معناها إن أنا ما كنش زعلان، يعني قد يكون الإنسان راضي باللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه له وفي نفس الوقت يكون حزين. ده حصل كمان مع سيدنا يعقوب عليه السلام. يعني إحنا عرفنا من القرآن إنه سيدنا يعقوب
لما إخوة سيدنا يوسف يعني أخذوه وألقوه في الجب كان حزين، كان زعلان. يعني القرآن حتى بيقول لنا وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني من شدة الحزن نظره ضعف. فإذا يعني أول حاجة نتفق عليها إن الرضا مش معناه إن أنا ما أكونش حزين. الشرع يا شباب بيراعي نفسية المكلف، أكيد مش هيطلب مني ساعة وقوع المصيبة أو المشكلة أو الحاجة اللي أنا بكرهها إن أنا أكون فرحان وبزقطط. معنى كلمة الرضا يعني التسليم، يعني عدم الاعتراض، إن قلبي ما يكونش ساخط إن ربنا سبحانه وتعالى قدر عليا ده. طيب أنا بستعين بإزاي على فكرة التسليم وعدم الاعتراض؟ يعني إزاي لا قدر الله بعد الشر لو حصلت لواحد فينا مشكلة ما يعترضش على ربنا لا بقلبه ولا حتى بلسانه؟ أول شيء زي ما قلنا من شوية إن الإنسان يدرك إن من ضمن اللي ربنا كتبه على كل بني آدم في هذه الدنيا إن فيها مكاره، فيها صعوبات. الحياة لم تبنى على النعم فقط، كل واحد في هذه الدنيا ربنا لازم يبتليه بشيء هو يكون صعب على نفسه، شيء يكرهه. طب ليه؟ لأن الحياة في النهاية تكاليف. تاني حاجة إن الواحد يخلي دايما للأنبياء والصالحين قدوة في حياته. ربنا بيقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أي حد عايز يعتبر في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم بموقف معين أو بشيء يعني ممكن يكون فيه صعوبة على نفسه غالبا هيلاقي في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم موقف شبيه. سيدنا النبي تعرض للجوع ومع ذلك كان راضي. سيدنا النبي أوزي من أهله ومن أقرب الناس ليه ومع ذلك كان راضي. شوفوا حتى الحديث في حادثة الطائف، الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد لما الناس أدموا قدمه ورموه بالحجارة بيقول لربنا إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي. يعني كل اللي أنا هممني يا رب في اللحظة دي إن أنت بس ما تكونش زعلان مني. ومع ذلك كان حزين، بس الحزن هنا مش ضد الرضا. يبقى تاني خطوة إن احنا نخلي دايما الحبيب صلى الله عليه وسلم قدوة لينا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الناس اتهموه في عرضه واتهموا زوجته أم المؤمنين وقالوا فيها كلام وحش، فكان قدوة لينا. سيدنا النبي عليه السلام زي ما قلت لكم فقد كل أولاده في حياته ما عدا السيدة فاطمة، كلهم ماتوا وهو لسه عايش. رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة لينا. الحاجة التالتة والأخيرة إن أنا استشعر بالفعل إن كل قضاء ربنا بيقدروا علي أو بيقضي علي سواء كان خير أو سواء كان فيه مكروه فأكيد ده فيه خير لي. ومعنى الخير هنا مش بالضرورة يبقى شيء مادي أنا أنوله في الدنيا، يعني حتى لو كان الخير ده مجرد ثواب ربنا سبحانه وتعالى ورضا ربنا عني بسبب رضاي عن قضائه فده في حد ذاته يكفي. طب سؤال يا شيخ، اتفضل. هل مثلا الدعاء ممكن يغير القضاء والقدر؟ يعني مثلا لو ربنا لا قدر الله كاتب لي مثلا ان اصيب بشيء او ابتلي بشيء، هل ممكن ندعي مثلا انه يحفظني؟ هل ممكن ده يعني ربنا يغير لي القدر بتاعي للاحسن؟ كان مكتوب لي مثلا شر او حاجه لا قدر الله يعني. سؤالك حلو، لكن العلماء يا عمرو فرقوا ما بين نوعين من القضاء. قالوا في قضاء اسمه القضاء المبرم وفي قضاء تاني اسمه القضاء المعلق. يعني ايه قضاء مبرم وقضاء معلق؟ القضاء المبرم اللي هو خلاص يعني ربنا كتبه علينا وثبت في علم ربنا وده مش هيتغير. لكن في نوع تاني ان ربنا احيانا بيأمر الملائكة الكتبة ان هي تكتب مثلا ان عمرو ده هيكون رزقه كذا. فعمرو لما يبدأ يدعي لما يبدأ يبتهل لربنا سبحانه وتعالى ممكن ربنا ببركة هذا الدعاء ان هو يوسع رزق عمرو. ممكن عمرو يكون بعد الشر هيصيبه حاجة وحشة، فبعد ما ربنا أمر الملائكة إن هي تكتب إن عمرو ده ممكن يصاب بشر فعمرو يستغفر، عمرو يتوب، عمرو يبدأ يدعي ربنا، عمرو يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا ببركة دعاء عمرو يخلي اللي كتبته الملائكة إن الشر اللي كان ممكن يحصل لك إن هو يتغير، وده اللي بيسمى القضاء المعلق. فالقضاء المعلق ده بالفعل ممكن يتغير بالدعاء. وخلي بالك من معنى مهم، ان الدعاء سبب شرعي لحصول الحاجات اللي احنا عايزينها. يعني ايه سبب شرعي؟ يعني احنا ربنا امرنا ان احنا ندعوه وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فانا لما بكون محتاج حاجه او نفسي في حاجه برفع ايديا وبدعو يا ربنا سبحانه وتعالى. طب هنا ممكن حد يسال، طب ما ربنا كتب ازلا كل شيء، يعني ربنا
عارف او عالم انا هعيش قد ايه وهتجوز مين ورزقي هيكون قد ايه والنهارده هصحى الساعه كام. ممكن بعض الناس يسال طب ايه فايده الدعاء؟ ممكن نقول طيب ما هو بنفس المنطق، ما هو ما دام ربنا كتب كل شيء ايه فايده ان احنا ناكل ونشرب؟ مش ربنا سبحانه وتعالى عالم ازلا احنا هنعيش كام سنه؟ ايه فايده ان احنا نتعلم؟ ايه فايده ان الواحد لما يعيا او يمرض يروح المستشفى وياخد دواء؟ فعلم ربنا الازلي بكل شيء مش معناها ان الانسان ما ياخدش بالاسباب. من ضمن الاسباب اللي الانسان بيحقق بيها او بيحصل بيها اللي هو عايزه هو الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى بيرتب على دعائي حصول الاقدار اللي هو كاتبها. ويمكن الامام الغزالي كان بيقول معنى جميل في السؤال بتاعك ده، بيقول ان من جملة القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه ان هو يرد القدر بالدعاء. يعني ايه؟ معلش ركز معايا. من ضمن القدر اللي ربنا كتبه ان دعائي يرد القدر. فاحنا قلنا من شوية عمرو دعا ربنا سبحانه وتعالى بحاجة، وربنا كان امر الملائكة الكتبة ان هم يكتبوا في صحيفة عمرو انه عمرو ده هيرزق بكذا او ممكن يصاب بالموضوع الفلاني. فمن جملة القدر اللي ربنا كتبه ازلا ان هو عارف ان انت هتدعي، وان دعائك ده ممكن يكون سبب ان ربنا يرفع عنك هذا الاذى او يبلغك الخير اللي انت عايزه. واضح؟ تعقيبا لكلامك، طيب. هل القضاء بالقضاء المعلق اللي ذكرته غير القضاء اللي هو في اللوح المحفوظ؟ طبعا الكتب. احنا قلنا القضاء المبرم ده اللي هو علم ربنا ده لا يتغير. تمام. عشان كده ربنا بيقول لنا في القران يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ايه؟ ام الكتاب. طيب نيجي للسؤال اللي هو الطبيعي اللي ناس كتير قوي بتساله، بس حقيقي انا ببقى عايزه اجابه مقنعه، ان ازاي ربنا المفروض كاتب كل حاجه وكاتب قدرنا، طب احنا ليه بنختار؟ ليه بنختار نقع في مشكله؟ ليه بنختار ان احنا نعمل حاجه؟ السؤال الكلاسيكي، الانسان مخير ولا مسير؟ ايوه. طيب قبل ما اجاوبك خليني اسالك، هو ايه معنى كلمه الانسان مختار؟ يعني انت دلوقتي بتسالين يا شيخ مصطفى هو الانسان مسير ولا مخير؟ انا بسالك يا نور، يعني ايه كلمه مخير؟ انا بختار اللي انا اعمله، اختار اروح فين، هبقى ايه، هلبس ايه، هسافر فين. يعني انت انت مدركه أكل إيه؟ انت مدركه ومتاكده من جواكي ان في عدد كبير من افعالك انت بتختاريه، صح؟ يا 90% تقريبا. 90%؟ مش 100%. هل ده يا شيخ معناه الاخذ بالاسباب؟ يعني قبل الاخذ بالاسباب، هو في النهايه الاخذ بالاسباب ده مترتب على اختياري. يعني الانسان في النهاية هو صاحب القرار ان هو ياخد بالاسباب ولا لا. انا لو عايز انجح اكيد باخد قرار ان انا لازم اشد حيلي واجتهد، صح؟ لو عايز ان انا يعني احصل على وظيفه معينه بعد ما بتخرج اكيد انا باخد قرار عن اختيار واعي، ما حدش بيجبرني على ده، ان انا ابدا اخد بالاسباب علشان الاقي شغل، ان انا اتفوق في دراستي، اخد تدريب معين. ففي النهايه الانسان مدرك بوجدانه ان في قرارات كتير في حياته هو بياخدها عن اختيار واعي، صح؟ ونقدر نفرق ما بين الحاله دي بوضوح، الحاله اللي احنا بنسميها الاختيار، وما بين الانسان اللي بيكون مكره على شيء. يعني تخيلوا مثلا انا لو قاعد معاكم وحد جه هنا كتفني وقال لي قوم صلي العصر او قوم اتوضى، مش هقدر اتحرك، ما عنديش اختيار وما عنديش كمان قدره. نفس الكلام انا لو رحت لطفل مثلا عنده سنه او عنده سنتين وقلت له بدل ما انت بتمشي يعني تاتا تاتا كده اجري بسرعه وروح لغايه الاستاد وارجع تاني، ما عندوش قدره وما عندوش اختيار. اذا احنا كلنا بلا استثناء عندنا حاله وجدانيه متاكدين فيها ان افعالنا بتنقسم للنوعين دول. احيانا الانسان ما بيكونش ليه اختيار في حاجات كتير. انا ما اخترتش بابايا ومامتي، صح؟ عشان كده قلت 90%. ماشي، ده بالفعل احنا ما اخترناهوش. احنا ما اخترناش ان احنا نولد في هذا البلد، صح؟ ما اخترناش ان احنا نختار مين هم جيراننا في بدايه حياتنا، صح؟ لكن ممكن في فتره معينه من حياتنا نختار ان احنا نعيش في مكان تاني. اذا مش كل حاجه بتحصل في حياه الانسان هو مختارها، لكن احنا كلامنا هنا عن اختياراتنا الواعيه، شغلنا، دراستنا، قراراتنا اللي بينبني عليها مستقبلنا، علاقتي بربنا سبحانه وتعالى ايه؟ طاعتي ولا معصيتي؟ وبالتالي فهنا هرجع لسؤالك، ازاي سبحانه وتعالى ربنا كتب كل شيء وقدر كل شيء والانسان في النهايه مختار؟ الاجابه ببساطه ان انا بروح باختياري
بختار أنا باختياري وبإرادتي الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه لي واختاره لي. يعني عايز أقول إيه؟ يعني عايز أقول إنه اختيار ربنا لينا أو علم ربنا بأفعالنا اللي بتحصل كل يوم ده مش بتتنافى، مش بتتعارض، اللي الإنسان أحياناً في أفعاله بيكون له اختيار. الإنسان اللي بيسرق كان عنده اختيار إن هو يسرق أو إن هو يأكل بالحلال، صح ولا لا؟ صح. الإنسان اللي طلع من جيبه 100 جنيه أو 10 جنيه علشان يساعد واحد فقير ده كان باختياره. في واحد تاني اختار إن هو يكون إنسان بخيل أو شحيح، صح؟ صح. ده اللي أنا عايز أقوله، علم ربنا بكل شيء مش بيتعارض مع اختياري. ليه؟ لأن العلم ده، يعني كانوا زي يقولوا لنا زمان، علم ربنا صفة كاشفة مش صفة مؤثرة. يعني إيه مش صفة مؤثرة؟ يعني ربنا ما أجبرنيش بعلمه إن أنا أصلي أو لا، صح؟ العلم صفة كاشفة، يعني صفة بتوضح، بتبين، بتميز للحق سبحانه وتعالى كل شيء بيحصل، ولله المثل الأعلى. نفس الكلام حتى في علمنا. أنا النهاردة لو في عندي خبرة أو في عندي علم بتصرفاتكم، بميولكم، بغرايزكم، عندي مثلا ابن صغير أنا عارف إن هو لو حطيته في أوضة ظلمة هيعيط، صح؟ صح. وبالفعل حطيته في أوضة ظلمة وعيط، هل معنى كده أنا أجبرته إن هو يبكي؟ بس ممكن ما يعيطش. صح، هو في احتمال ضئيل جدا إن هو ما يعيطش، لكن الإنسان لو في عنده علم محيط، لو في عنده علم شامل، الحاجة دي عمرها ما هتتغير، ولله المثل الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق البني آدم، هو اللي عارف إيه ميوله وإيه غريزه وإيه طباعه، وعشان كده بيقول لنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. في ناس دايماً يعني ما بتحاولش تجتهد مثلاً في شغل، في دراسة، وفي الآخر بتيجي تعلق الشماعة في الآخر على القضاء والقدر، هل ده حرام؟ يعني مثلاً واحد في الشغل ما يشتغلش كويس وبتاعه وفي الآخر يترفض مثلاً من الشغل كويس، في الآخر يقول لك ده قضاء وقدر مع إن هو ما حاولش، يعني هل ده حرام مثلا؟ ومثلا بص، السؤال ده سؤال جميل، وخلينا نفرق ما بين حالتين. ما بين واحد بيتحجج بالقضاء والقدر علشان يتنصل من مسؤولياته، يعني مثلا انا زوج عندي بيت، فدلوقتي انا مطالب شرعا بالنفقة على زوجتي، ولو انا طالب زيكم فانا مطالب ان انا اجتهد واذاكر دروسي علشان اتخرج بتفوق. فلو أنا بتحجج بالقدر علشان أتنصل من مسؤولياتي، سواء كانت مسؤوليات دنيوية زي علاقتي بأهلي أو حتى دراستي وشغلي أو حتى كانت تكاليف شرعية ربنا سبحانه وتعالى طلبها مني، فده حرام. ما ينفعش إن الواحد يتحجج بالقدر علشان يقول والله أنا مش عايز أصلي، علشان يقول أنا مش عايز أذاكر، علشان يقول لا أنا مش هنزل الشغل النهاردة، ربنا كتب عليا إن أنا ما اشتغلش. لكن في بعض النقط ممكن الإنسان يتحجج بالقدر بعد لما يقع في أمر معين هو ما كانش عارف إن هو هيقع فيه، مرض مثلاً. يعني زي ما أنت بتقول مثلاً واحد من غير قصد ولا نية ربنا ابتلاه بمرض، فما قدرتش والله أنزل الشغل، ما عرفتش إن أنا أذاكر النهاردة. ففي الحالة دي ما فيش مانع إن الواحد يسلي نفسه ويقول والله ده قدر ربنا سبحانه وتعالى كتبه عليا وأنا ماليش فيه يد. وعلى فكرة من المعنى ده حديث ورد في السنة النبوية، وكانت زي مناقشة أو محاججة ما بين سيدنا موسى عليه السلام وبين سيدنا آدم. سيدنا موسى عليه السلام بيقول لسيدنا آدم يا آدم أنت أبو الأنبياء وقد أخرجت من الجنة، يعني انت كأنه عايز يقول ان انت كنت السبب ان انت خرجت من الجنة، فبالتالي الذرية كلها بتاعتك عاشت في الارض. سيدنا ادم عليه السلام بيقول لسيدنا موسى هذا امر قد كتبه الله علي قبل الخلق. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول فحج ادم وموسى، يعني ايه فحج ادم وموسى؟ يعني كأن سيدنا ادم معاه منطق ومعاه حجة في الكلام ده. ليه؟ لان ربنا بيقول لنا في القرآن انه سيدنا ادم لما اكل من الشجرة بيقول ان هو نسي، مش ربنا بيقول لنا كده ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. فبالتالي النسيان ده قد يكون أحيانا شيء مش في وسع الإنسان. فأنت لما تيجي النهاردة تلومني يا شيخ مصطفى احنا كان في بيننا مثلا معاد انت وعدتني بكذا، فأنا أقول لك والله أنا آسف يا عمرو ده أنا نسيت معلش، يعني ده قدر ربنا كتبه علي.
فده شيء بالفعل واقع بدون قصد مني، ما كانش يعني من مجرد او من باب التنصل من المسؤوليات بتاعتي او حتى الخروج من عهدة التكاليف الشرعية. طيب في ناس ممكن يحصل لها شخص يبقى مثلا ماشي وعمل حادثة العربية يقول ده حسد، ده كويس. انا اتحسدت عشان انا مثلا لسه شاري العربية دي فانا اتحسدت. كويس. طب ليه ما نقولش ان ده القدر مع ان الحسد مذكور في القرآن؟ بس امتى نقول ان ده شخص اتحسد وامتى نقول ان ده قدره، هو قدره ان هو يعمل حادثة؟ سؤال حلو، وخليني اقول لك في البداية ان كل شيء بيحصل سواء كان حسد او عين او مش حسد هو في النهاية قدر. يعني احيانا مفيش تعارض ما بين وقوع اقدار ربنا سبحانه وتعالى وما بين ان الاقدار دي حصلت باسباب معينة. خليني بس افرق ما بين معنيين، معنى الحسد ومعنى العين. معنى كلمة الحسد ان انا اتمنى زوال نعمة من عند واحد صاحبي، يعني مثلا انا شايف ان نور شاطرة، شايف ان عمرو متفوق، فاتمنى ان هو يكون شخص مش متفوق واكون انا المتفوق، ده معنى كلمة الحسد. انت بتتكلمي عن معنى تاني اسمه العين. يعني ايه العين؟ العين ان الواحد ينظر لنعمة معينة ربنا سبحانه وتعالى رزق بيها اخوك، فممكن نظرتي ليها دي تكون سبب في زوال النعمة حتى لو انا ما كنتش قاصد. وده بالفعل ثابت في الشريعة وموجود عند بعض الناس، سيدنا النبي بيقول العين حق. طيب هل معنى ان العين حق ان ده ما حصلش بقدر ربنا؟ لا، هو حق وهو بقدر ربنا، لكن الواجب على المؤمن زي ما قلنا من شوية ان هو ما يعلقش كل مشكلة او مصيبة بتحصل معاه في حياته انه ده بسبب فيه فلان. لا، انا بسلي نفسي في هذه الحياة بكل مشكلة بتقع عليا زي ما قلنا في البداية ان ده قدر ربنا سبحانه وتعالى. انا عارف ان الاسئلة في موضوع القضاء والقدر اسئلة كتيرة، بس احنا وقتنا انتهى النهاردة. انا بشكركم شكرا جزيلا، نورتونا وشرفتونا. شكرا لحضرتك. علشان نفهم فكرة عدل الله سبحانه وتعالى مع فكرة الابتلاء والاختبار والامتحان في الدنيا، سيدنا ابن عطاء الله السكندري بيلخص ده بمقولة مهمة جدا، بيقول ايه؟ ربما اعطاك فمنعك، وربما منعك فاعطاك، وهو في الكل يعني في المنع والعطاء متفضل عليك. بيلخص ده في نهاية المقولة بيقول ومتى فتح لك باب الفهم عنه صار المنع عين العطاء. انت علشان تتصور ان الله سبحانه وتعالى عدل لابد ان تعلم وتعتقد انه لا يقع في ملك الله الا ما اراد الله. الله سبحانه وتعالى قرر عليك ان انت تفهم القضاء والقدر كاحد اركان الايمان الستة، فتعتقد اعتقادا جازما أن ما يقضي الله سبحانه وتعالى وما يقدره هو خير لك، فأنت تسير في هذه الحياة مرادك الأساس هو الله سبحانه وتعالى. قضية القضاء والقدر علشان نلخصها نقدر نقول أن القضاء والقدر، القضاء ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، القدر ما يفعله الإنسان في هذه الدنيا. الإيمان بالقضاء والقدر أحد أهم أركان الإيمان الست: الإيمان بالله وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره إلى آخر. الإيمان بالقضاء والقدر ركيزة أساسية من ركائز الإيمان عشان تعتقد أنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. في صحيح البخاري بيروي سيدنا علي بن أبي طالب وبيقول كنا في جنازة في البقيع، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، بيقول وكان معه مخصرة فجعل ينكت بمخصرته. يعني سيدنا علي بيقول إنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه عصاية صغيرة أو عكاز صغير عمال يرسم به خطوط في الأرض. بيقول سيدنا علي فقال رسول الله ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة
إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. يعني ربنا كتب وعلم في الأزل كل شيء. فواحد من الصحابة سأل السؤال اللي كلنا بنسأله، قال: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني خلاص، إيه لازمة العبادة أو السعي ما دامت أقدارنا مكتوبة من قبل ما نتولد؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حل المعضلة بإجابة سهلة ومختصرة، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وإحنا هنا عايزين نقف مع كلمة فكل ميسر اللي وردت في الحديث، وعايزين نفهم الفعل فسنيسره لليسرى اللي جه في سورة الليل. معنى التيسير يعني التهيئة، يعني التسهيل. وخلوا بالكم إن سيدنا النبي قبل ما يقول كل ميسر قال اعملوا، وما قالش زي ما سأل الصحابي إن إحنا نتكل على كتابنا. نفس الكلام ورد في الآية، ربنا قبل ما يقول فسنيسره لليسرى قال: فأما من أعطى واتقى وصدق. ودي كلها أعمال سابقة على تيسير دخول العبد الجنة. فنفهم من الآية ومن الحديث إن التيسير أو تسهيل دخول الجنة أو النار والعياذ بالله هو النتيجة مش هو السبب، لكن سبب دخول الجنة أو دخول النار هو العمل الصالح أو هو فعل الحرام والعياذ بالله. ومن رحمة ربنا بينا إن الإنسان في الدنيا ما يعرفش مصيره، ما يعرفش إيه اللي كتبه ربنا عليه في الآخرة، علشان دايما يكون عنده أمل ويكون دايما عنده سعي واجتهاد للوصول لرضا ربنا سبحانه وتعالى. وده من معاني قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فربنا وحده هو اللي يعلم الجزاء، وهو كمان اللي يعلم مين هم أصحاب الجزاء. ولو كان الإنسان مسير في الدنيا كان هيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل مجبر، أو اعملوا فكل مسير لما خلق له، لكنه قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فاختياري مش بيتعارض مع علم ربنا ولا مع اختيار ربنا لكل شيء بيحصل في الدنيا. ولذلك هتلاقوا ان القرآن نسب للإنسان المشيئة والاختيار، ونسب كمان لربنا المشيئة والاختيار، فيقول ربنا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت للعبد مشيئة، وأثبت أنه للحق سبحانه وتعالى مشيئة، وما فيش أي تعارض في دخول مشيئة العبد تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فالمؤمن بالقضاء والقدر متوكل مش متواكل. ومعنى التوكل هو الأخذ بالأسباب مع الإيمان والتسليم بالقدر. لكن التواكل والكسل بيجي من وهم إن الإنسان مكبر، بيجي من وهم إن الإنسان مكره ومسير، زيه زي الريشة اللي بتطير في الهواء، ما عندوش قدرة، ما عندوش اختيار. والمعنى ده إنه في ارتباط ما بين العمل والسعي وما بين الإيمان بالقدر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بينه لينا في أحاديث تانية. فمرة واحد من الصحابة جاي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، بيقول له: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها؟ ورقا جمع رقية، وهي الآيات اللي احنا بنستشفي بيها لما نكون تعبانين. بيقول له: أرأيت رقا نسترقيها وأدوية نتداوى بها، الدواء اللي احنا بناخده عشان نتعالج، وتقاتا نتقيها، اللي هي الحاجات اللي بنستعين بيها على مخاوفنا، زي الترس أو الدرع اللي بيلبسه العسكري في الحرب. بيقول الصحابة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: الحاجات دي اللي هي الرقية والأدوية، هل ترد من قدر الله شيئا؟ يعني هل ممكن الدواء أو الرقية يرد القدر لو ربنا سبحانه وتعالى كاتب مثلا إن أنا أتعب أو أمرض؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هي من قدر الله. يعني زي ما المرض قدر، الدواء كمان اللي انت مطالب انك تاخده ده كمان من القدر. ويمكن الحديث ده فيه حل المشكلة او معضلة متصورها عدد كبير من المسلمين النهاردة، اننا فاكرين ان القدر هو بس النتيجة
فاكرين القدر اني انجح او اتجوز او افشل في الامتحان او اصاب بمرض. فالحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان القدر هو السبب والنتيجة مع بعض. فسعيك من القدر، طلبك للأسباب من القدر، اجتهادك في شغلك من القدر، والقدر الأول اللي هو السعي والاجتهاد والعمل هو اللي هيوصلك للنتيجة أو للقدر الثاني. الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بيها على المسلم، لأنه ممكن يكون سبب لعدد كبير من النعم في الدنيا. منها على سبيل المثال إن المؤمن يكون عنده علو الهمة، ما يكونش عنده خوف، ما يكونش عنده كسل. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على لسان المؤمنين في سورة التوبة لما قالوا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الآية دي كانت في سياق الكلام عن آيات الجهاد في سبيل الله وعن تثبيط المنافقين للمؤمنين وخذلانهم ليهم. فالمؤمن بالقدر مفيش عنده خوف، لأنه عارف إن أجله هيصيبه سواء كان نايم في البيت أو حتى كان بيحارب في سبيل الله. ومن آثار الإيمان بالقدر في حياة المسلم الرضا عند حصول المصيبة، عند نزول المصيبة. في الصحيح إن واحدة من بنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعتت لي واحد تقول له إن واحد من ولادها بيموت، واحد من ولادها كان بيحتضر. فالحبيب صلى الله عليه وسلم أرسل ليها وقال لها لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، يعني كل شيء مكتوب في القدر. فشوفوا إزاي كان بيصبرها إن موت ابنها ده شيء مكتوب ومن القدر. ومن أثار الإيمان بالقدر في حياة المسلم هي الرضا بالمقسوم، إن الإنسان ما يحسدش غيره، ما يحقدش على غيره، لأن كل واحد فينا عارف إن ربنا هو اللي قدر لكل واحد رزقه في الدنيا. عشان كده يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ومن آثار الإيمان بالقدر في حياة المسلم إن الإنسان تكون نفسه عزيزة، يكون عزيز مهما كان ليه طلبات عند الناس، ما يزلش نفسه لحد ولا يقلل من قيمته قدام حد. وعشان كده كان يقول سيدنا علي بن أبي طالب اطلبوا الحوائج بعزة النفس فإن الأمور تجري بالمقادير. ربنا يرزقنا وإياكم الإيمان والتسليم بالقضاء والقدر، ويحققنا بمعنى الرضا بالقضاء. آمين آمين. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.